تلفزيون سلطنة عمان يقدم أحلى الذكريات. سالم سأل سلمة عن ماضي مضى، قالت تلاقي علمة بأحلى الذكريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نبقى الآن
مع فقرة الأطفال. من خلالها نقدم الرسوم المتحركة، ثم المسلسل اليومي افتح يا سمسم. أحلى الأوقات لأحبائنا الأطفال. أنت واقف تتفرج فقط؟ أنظر أنظر، منظرهم جميل. طبعا جميل، الرياضة صحة وعافية. اذهب والعب معهم، الرياضة تجعلك قويا. قل لفاطمة، وهل تأذن لي؟ بالتأكيد، اذهب اذهب يا نعمان. مرحبا فاطمة. أهلا نعمان. أهلا أهلا. مشاهدين الكرام، في هذه اللحظات أتى موعد المسلسل العربي في حلقته السادسة، فتابعونا وأوقات ممتعة نتمناها لكم. صح النور، صح النور، صح النور، صح النور، صح النور، تنزل انت على انتخابات المخترة ضده، وانا واخي ابو عنتر وكل هالاوادم اللي مثلنا بهالحارة بندعمك.
الله يعزك يا غوار. وبعدين مو مشانك اخطي ياسين بيرفع راسه بهالحارة وبيمسك المجد من أطرافه، هم جوز فطوم وهم صهر المختار. ريبك يا بي مزبوط. شو اقتنع؟ اقتنع؟ أنا بأمر الطيبين كلياتهم. يا عين عليك يا أبو رياح، شو إلك فكاهة واستمزموز هلا؟ لأنك شغلي بعدين شغلة المخترة شغلة كسيبة وبدون رأس مال. وشو بدك باللحمة وتعب الرأس باللحمة ودوريات تموين رايحة جاية وانت غشاش بجعك رأسك من الشغلة؟ عم تحكي مزبوط. يا الله أمال أمال اتفقنا اتفقنا. السلام عليكم. مع السلامة. كل عام وانتم بخير. مع السلامة أبو عنتار. شو خير أبو رياح؟ لا سليمة الحمد لله. تعرفوا كان أول وسيلة التواصل مع الناس كانت المكاتب، لا وبعضهم يسمونها خطوط. وصلكم الخط؟ لا ما وصل، وصلكم المكتوب. وأحلى لحظة عندي لما يوصلني المكتوب. والله ما أقدر أوصف لكم شعوري هذه اللحظة. سريع سريع تلقوني ماسك الرسالة وحاول أفتح، وأقرأ الرسالة. العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة أخوي يقول لي فيها: على فكرة ترى الكشمة اللي وصيتني عليها لا تخاف أجيب لك إياها. يا الله هذا سلم لي على الوالد والوالدة وبلغهم تحياتي وقول لهم قريب قريب بوصل إن شاء الله. يا ابو العبا يا وعلا يا ابو العبا يا وعلا احبا
والمواسم بشاير خالية يا ابو العباية وعلا يا ابو العباية وعلا. مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأشواق والعطر الفواح. في هذه السهرة، أو بالأصح في هذا البرنامج، نقدم لكم عبق التاريخ من صفحات الورق التي نكتب عليها عبارات شاعرية نصوغها في دقائق معدودة. فتابعونا مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. سهرة هذه الليلة يسرنا أن نستضيف الفنان الأستاذ سالم راشد الصوري. أهلا وسهلا يا أستاذ سالم. مرحبا. يا حلو يا قارم يا اللي منور الحارة، يا حلو يا قارم يا اللي منور الحارة، ليه قطعتي زيارة وخليتي القلب محتار، ليه قطعتي زيارة وخليتي القلب محتار. أستاذ سالم، في أغنية يا مركب الهند يا أبو دقلين، هذه أغنيتك طبعا. أغنيتك. متى غنيتها؟ هذه غنيتها في سنة 52. 52. طيب في أغنية على غرارها، وهي قد تكون يعني حقيقة ما يعني الصورة قد تكون ما واضحة بالنسبة لنا، اللي بيغنيها المطرب أو المطرب محمد عبده. نعم. يعني هي، هل هي أغنية أخرى هذه يعني أغاني خاصة فيه، ولا أغنيتك أنت هذه؟ هي هذه أخذ يعني الاسم فقط، مركب الهند أبو دقلين هذه. أخذ ك يعني عنوان لقصيدته. أي. الموسيقى يعني أغنية، وما أخذ منها هو شيء. لحن غيره شيء ولا لا؟ ها؟ أغير في اللحن ولا نفس اللحن استعمله؟ لا، فيه خلط منه هو فقط، أخذ يعني كلمتين ثلاث كلمات منه، لأنه يبوي مركب الهند أبو دقلين، فهي نفس القصيدة روحها هي هذه مركب الهند أبو دقلين، فهو هذه مركب الهند أبو دقلين. هناك يعني يقول أكتب على دفتك سطرين، وهذه زين. نحن نبي نسمع اللحن الأصلي وكلمات الأصلية. يحيى عمر قالق في يا زين، يحيى عمر قالق في يا زين، سالك بمن كحل عيانك ومن علمك يا كحيل العين، من الذي خضب ابنانك، من شكلك حرز في حرزين، من شكلوا لك ومريانك، عليش يا ناقش الكفين، اسالك بحسنك وإحسانك. لا نقول وداعا، ولكن نقول إلى اللقاء. كما اجتمعنا على المحبة، نستودعكم بحفظ الله ورعايته في أمسية قادمة من أماسينا. قالت تلاقي علما بحلى الذكريات.